الضيف كابتن نوار النعيمي دائما نورنا بالفقرة الصباحية الرياضية، وكي تستمتعون اليوم بها. لكن اليوم حيكون محور نقاشنا اليوم ويا وقت كلش طويل نتحدث فيه على أكثر من موضوع. صباح الخير كابتن. صباح النور، تحياتي لكم. يسعد أوقاتك. طبعا فرحان جدا بوجودي ياكم اليوم أكيد، وإن شاء الله يستفاد المشاهد الكريم إن شاء الله. كابتن نوار، احنا نريد نتطرق على موضوع جدا مهم وهو الهرمونات. طبعا هو يسألون هذا السؤال، انه هل الهرمونات بالفعل تسبب الى الوفاة، واكو بدائل آمنة للمنشطات؟ سؤال جدا مهم وحقيقة، يعني هو طريف بنفس الوقت، لان المشاهد راح يقول يعني مثلا انت من راح يعني جاوب هذا السؤال، انت ماخذ هرمون فشون راح تنصح على الهرمون. احب اوضح شيء بالبداية صغير. أنا أخذت هرمونات في بداية حياتي الرياضية، يعني قبل هواية، لكن ندمت عليها كلش هواية وسببت لي مشاكل مرضية كثيرة. طبعا هالحكي قبل ما أطب الاتحاد قوى البدنية وأمارس هالرياضة، فشفت خطورتها. فمن دا أتكلم يعني عن فشي أنا مار بي، عن تجربة. بالضبط، الهرمونات شيء جدا خطير، لكن مشكلة رياضة بناء الأجسام بأن هي تعتمد على الهرمون بنسبة 100%. اللي يقول لك كلام ثاني، يقول لك اني ما اخذ هرمونات، يقول لك اني اعتمد على الغذاء، على الاغلب راح يكون يتجنب الحقيقه وليس يكذب، لكن لان مو كل الناس يقدرون يصرحون بهالشيء. الهرمون جدا خطر، لان يعني رب العالمين من خلق جسم الانسان اكو غدد تفرز الهرمونات بنسب جدا معينه وبنسب موزونه على الجسم، لان سبحان الخالق العظيم يعني للجسم الانسان مخلوق بطريقه عجيبه. انت من تدخل هيك هرمونات اللي هي زائده او فائضه عن حد الجسم، راح تعرض الجسم لخطوره جدا كبيره. الخطر الاساسي والرئيسي للهرمونات عكس الفكره الشائعه اللي هي العقم، الخطر الاساسي هو الكليات، الاصابه بفشل الكليات. الخطر الثاني ايضا امراض الكبد. المشكله اللي تصير عندنا احنا هنا بالعراق، عندنا وفيات بناء الاجسام رياضيين جدا اسامي، فما نقدر نقولهم احتراما لتاريخهم ومراعاة لمشاعر اهلهم، توفوا بسبب الهرمونات. يعني ديت مرن لاعب اللي اعرفه قبل كم سنه تمرين طبيعي لقوا ميت بقاعه واحده بسبب الهرمونات، فلان هرمون اخذه توفى. ده سبب من مشاكل. المشكله الاكبر ده تصير اللي هي مع اللاعبين الرياضيين الجدد اللي يطبون لها الرياضه، معتقد بأن الهرمون هو الحل السحري اللي راح ينقلك من حال إلى حال. طبعاً هي مسؤولية المدرب اللي نقول مو نقول يخدع اللاعب، لكن يسوي له البحر مثل ما يقولون طحينة. الهرمون يسويك، الهرمون شيء، أخذ على ضماتي، ماكو هيك كلام. اللي يقول لك هيك كلام هذا شخص يا أما جاهل يا أما يحاول يخدعك. زين شنو البدائل؟ البدائل البيبتيدات. البيبتيدات اللي هي سلسلة أحماض أمينية معقدة مثل الـ Human Growth Hormone، الـ IGF-1، GHRB6، ذني إنجكشنات تنحقن لكن بالبطن، تنحقن توزع بالجسم، لكن هي شبه أمينة. سايد إفكت حالياً العلم دي يقول بأن هي مجهولة السايد إفكت على المدى البعيد، لكن هي أمينة جداً، ما بها أضرار، ما لها علاقة بالعقم أو الكبد أو الكليات. مثل اي شيء خارجي يدخل الجسم الا اضرار جانبيه، لكن اذا تقارنها بالهرمونات ففرق من السماء للقاع. زين كابتن، اليوم الناس تقول المكملات الغذائيه والبروتينات انه على اساس انه المكملات الغذائيه هي سبب عقم. احنا تحدثنا هذا الموضوع وانت شرحت لنا به بوقتها، هل يا ترى انه صدق انه المكملات الغذائيه سبب عقم للمدرب؟ حقيقة هذا يعني المقولة هاي شيء مضحك صراحة، يعني خرافات، يعني مو الكلام مو مضحك إلك يعني عليك خسة، لكن هاي نظرية مضحكة. السبلمنتس مكمل الغذائي مثلا الواي بروتين، الأحماض الأمينية، هي مجرد غذاء. الواي بروتين هو مستخلص الحليب، اكو مثلا بروتين حيواني، اكو بروتين نباتي، لكن هو مجرد غذاء، مكمل غذائي. خطورته وين استاذنا العزيز؟ خطورته في عدم شرب الماء او في المكملات الغذائيه المجهوله المصدر او المغشوشه او سوء التخزين. بعض المكملات يجيبوها عن طريق ما تجيب برادات، فتعرض للحر للرطوبه وهكذا، لكن يصير بها ضرر. هنا ضررها الاساسي راح يكون الكليات، ايضا
ارتفاع بعض المواد اللي بيها مثل الأملاح الصوديوم تؤدي إلى ترسبات بالكلية وسبب مشاكل. فالشيء الأساسي اللي يؤدي موضوع المكملات هي الكلية، ونقدر نقول 2%. يعني إذا تشرب وراء البروتين مثلا بطل ماء ما عليك شيء، وأهم شيء تكون واثق من المصدر تأخذ منه المكمل الغذائي. فجوابا على سؤالك، الموضوع خرافة خرافة. طيب كابتن، دائما نلاحظ أكو فئة معينة من المجتمع يراسلونا إحنا ملتزمين بالدايت ونلعب رياضة لكن وزننا ثابت ما دا ينزل، شنو السبب؟ عدة أسباب. أول شيء هرمونات السمنة، مرات أمراض خصوصا بالحياة النسائية تكون بعد الولادة أو مشاكل نسائية. لكن العامل الأساسي مثل ما ذكره أستاذ خطاب قبل نص ساعة اللي هو D3، هو هذا أريد أعرفه، اللي هو طبعا دعاني كلش من عنده. تعرفه ولازم تحلله أنت. ولازم هو قلت دعاني لازم أحلله، هو غير الخاصة العملية ما تعود أنا راح أحلله. زين، الموضوع أنه هذا اللي أنا يعني إذا تغديت فما أتعشى خلاص، بعد كل شيء ماكو، إذا تريقت ما أتغدى ولا أتعشى. أنا مو نوع اللي أكل هواية هذا الأكل. فشنو الموضوع اللي معقوله ان القولون العصبي اللي عندي يسمني معقوله الدي 3 عندي؟ شنو الاسباب؟ مشكله احنا بنادي من يعني اكثر اللي نكتب لهم كورسات يجون على موضوع تنزيل الوزن. فاول شيء نسوي ندزهم على مختبر يحللون فيتامين دي 3. بحاله نزوله جو ال 30 فراح تلاقي مشكله بالنزول الوزن. يعني عندي احد اللاعبين اللي سوينا نظام دايت قاسي جدا، قليل الكربوهيدرات عالي البروتين مع كارديو صباحي، مشي على الجهاز ساعه ومشي على الجهاز ليلي ساعه، يعني ساعتين باليوم، وملتزم نزل بس كيلو خلال شهر. فنصحناه، شنو السبب؟ يعني حتى احنا شككنا بنفسنا كمدربين، خاف انت ملتزم بالاكل؟ لا انا ملتزم بالاكل. الشهر الثاني ايضا نزل كيلو، حللنا دي 3 لقيناه 6 من اصل 30، اقل شيء 6 بعد ما اخذ الحبوب من الصيدلي، طبعا يحددها صيدلي لك، قام وزنه ينزل 5 6 7 8. فاذا 90% من الشعب العراقي عندهم مشكله بالدي 3. فاي واحد يسمعنا حاليا من المشاهدين اللي مثل ما قال الحال عليها استاذ خطاب، يحلل يعني مختبر موثوق فيتامين دي 3، شوف نسبه مالته. اذا جو 30 راح يلاقي مشكله بالدايت، اذا فوق ال 30 ما عليه شيء. والحل بسيط جدا، حبوب من الصيدليه تشتريها حسب استشارة الصيدلي أو الطبيب، تأخذ من عنده. الموضوع جدا يعني شلون نقول عليه، مو كلش صعب، لكن له تأثيرات كلش قوية على الجسم إذا تهمله. طيب كابتن، دائما نلاحظ أكو تغييرات بعد الولادة خاصة عند النساء، أكو مناطق مثلا تصير بيها ترهل، هاي الترهل تروح بالرياضة إذا ما تريد تلجأ إلى عمليات التجميل والقص؟ الترهلات هو تروح بالرياضة، لكن اعتماد الأساسي على موضوع الأكل. احنا عندنا مشكلة بالحياة النسائية اللي هي عدم تفرغ النساء للتمرين، وعدم وجود قاعات نسائية متكاملة للتمرين، وأيضا حالات سلبية كثيرة تصير بالمتدربات النسائيات، لأن أي بنية تمرن بالقاعة راح تشوف أنواع النصائح من أنواع الشباب، كل من يحاول يثبت نفسه كمدرب رأس أخر. نحكي عن القاعات المختلطة، هذا صح هذا غلط، فهي دوخ، اسمع كلام هذا اسمع كلام هذا، تسمع كلام المدرب اولا. ثاني شيء، ترهل جدا بسيط حله بالحالات النسائيه، تمرين نظام غذائي تمارين شد. هنا شنو راح نشرح شيء كلش مهم، اغلب الناس من عندهم بطن عاليه يسوون نظام دايت، البطن راح تكون عليها طبقه لايرز من الدهون، اوكي؟ هاي الدهون مر الوقت نظام غذائي قليل السعرات الحراريه تنزل 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 هكذا، لكن التمرين البطن هو جدا مهم، عكس النظريه اللي تقول تمرين البطن ما ينزل البطن يعضل البطن. انت من تاكل وجبات غذائيه كميات كبيره تشرب، البطن تنتفخ البطن مثل بالون، فتدفع عضلات المعده للامام، فيصير هاي الترهلات، انتفاخ رجوع انتفاخ رجوع، العضلات تترهل، لهذا السبب يصير ترهلات. حلها تمارين بطن، تمارين شد، خواصر، تمارين بسيطة، لكن أهم شيء الواحد يبدي بصورة تدريجية، ما يطب حامي على التمرين 100 دفعة وراها يصير عندي تشنجات. يعني يحتاج وقت. بالضبط، لكن حلها سهل. المشد. المشد؟ مشد. ممكن أنا أرتدي المشد وأمارس الرياضة عادي؟ جدا سيء، المشد هو حل وقتي. مجرد منظر قدام الناس يحصر المنطقه، يحصر الخواصر بالضبط. اي اثناء التمرين
كلش سلبي، لان انت اثناء التمرين لازم يوصل دم لهاي المكانات، المشد يحصر المكان ويسبب ضغط على هالمكان. فردا على سؤالك، المشد يعطي منظر لكن يعني مجرد وقتي، لا علاج ولا اي شيء ولا الى اي فائده. حمزين، هاي النقطة وصلت إلي؟ لا. زين، اليوم اكو كثير من الشباب تمارين الاونلاين، موضوع تمارين الاونلاين، يدخل على الفيسبوك ويروح على مدرب ويدرب عن طريق الاونلاين. يعني ماكو هيك منطق، انا اليوم اطب على الاونلاين ويجيني مدرب يدربني؟ زين، يعني انا اشوف الافضل ان يجي المدرب فوق راسي ويدربني. مو بس هاي يا اخي، الاونلاين شلون؟ مو بس هاي، احنا يعني اكثر شيء يعني ماكو واحد ميتصفح بمواقع التواصل الاجتماعي راسا نشوف كابتن فلان منزل يعني جسم هيك بهاي التفاصيل، ممكن بها تضاريس والناس تنخدع بالصور او المظاهر، قول اني اريد هذا الجسم، شنو اخذ كورس؟ يعني معقوله انه الكابتن يبيع الارواح وصارت تجاره انه يشوف صور ويقول له اني اعطيك هذا الكورس وهو ما حيطلع هذا النتائج؟ عشان عن طريق موضوع الاونلاين. صحيح، كلام صحيح جدا حقيقي. اول شيء موضوع الاونلاين، تدريب الاونلاين، تدريب حاليا عندنا بالعراق غير ناجح، لكن هو الضروره احكام. يقول لك احنا تحت جائحه كورونا ما نقدر اختلاط، لكن حاليا يعني معذر بعد المكان او شيء. تدريب الاونلاين بالخارج جدا ناجح، واصل مستوى على مستوى الخارج، خصوصا بامريكا محترفين. عندنا هنا يطبقوه بشكل جدا سيء، يعطيك الكورس يعطيك النصيحه ويروح. هاي مشكلة كبيرة. المتابعة الأونلاين تحتاج تمرين، تحتاج متابعة لكل تمرين، يعني لازم مدرب متفرغ يباع لك كل تمرين، تفتح الكاميرا تشوفه صح غلط، شيء متعب، شيء جدا متعب. المفروض شخص فوق راسك، لكن للضرورة أحكام. أكو بعض الرياضيين في غير بلدان، مدرب بأمريكا أنا أخذ منه، هالحالات تصير، لكن المدرب المحترف يعرف شلون يتعامل مع الرياضي يدرب أونلاين. بالعراق غير ناجحة. الشغلة الثانية اللي قالت عليها ستنا العزيزة، موضوع الصور والمعلومات الرياضية، وهذا هي خدعة كبيرة، هدفها تجاري، تمارس باسم الرياضة. أنا شفت قبل فترة صورة لأحد اللاعبين، طبعا مشحم اللاعب، حاط له صورة وراها معضل، كاتب عليها كابتن فلان المتدريبية شهر. اللاعب محترف، لاعب نادي، يعني لاعب نادي متقدم، لاعب عراق متقدم، انت شلون تنزله انا سويته خلال شهر؟ والشخص اللي منزل هالشيء مو مدرب، يعني ما اريد نذكره هو منه، لكن هو مجرد يعني اعلامي. فهذا الشيء شو يسوي ببساطه؟ ينزل صور، يتفق ويا فلان لاعب، يقول له اني اخذ الصور مالتك مقابل اشياء اعطيك اياها. راح ينزل الصور، يحكي ويا فلان بيج نزلوا لي هاي الصور مالتي، نزلوا لي اياها. هنا اللعبة شنو؟ يجوا لاعبين يريدون يقول له سوي لي مثل هذا الجسم، يأخذ منه مبالغ خيالية، بالنتيجة ماكو فائدة، ويتكرر الموضوع. هدفها تجاري بحت. ليش؟ لأن حاليا رقابة هذا الموضوع صعبة، لكن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام يحاول قدر الإمكان برئاسة الأستاذ فؤاد عبد الحسن مراقبة هاي الحالات، ووضع قوانين، أيضا شرع قانون اللي هو قانون القاعات الأهلية بهواي فوائد. مستقبلا نأمل أن تتحسن هاي الموضوع ونبتعد عن هيك أشياء اللي هي الأونلاين والصور قبل وبعد، لأن المدرب هو أمانة، لاعب يمك أمانة، لازم أنت تكون صادق مع اللاعب وصادق مع المتدرب اللي عندك. كابتن، اليوم أفضل الغذاء الدايت اللي أقدر، يعني اللي ما عنده واهس يروح يتمرن بالقاعة، ما يوصل القاعة ما كل وقت، ما الشغل ما أخذ كل وقته، البيت الشغل نفسك حاليا. تمام. هذا قصف لي. زين، اليوم شلون أقدر ما بدل ما أروح للقاعة ألتزم بالغذاء؟ إذا كان ريوق بالغداء والعشاء، شنو الوجبات اللي أقدر يعني أكلها حتى أقدر أنزل من وزني بعد ما أسوي التحليل؟ بعد ما اسوي التحليل وادز لك نظام الغذائي. تمام. استاذ خطاب، مشكلتنا ويا الاكل العراقي مشكله كبيره، يعني اللي امهاتنا واخواتنا بالبيت من يسوون اكل عندهم الطعم اولا والفائده الغذائيه اخر شيء. يعني من تروح مكان اقعد باي مكان يعني بالبيت يسوون الاكل، الدهن ينزل نزل من الاكل هيك، اذا مو دهن ما اكل. هذا عندي احد اصدقائي يقول لي انا اذا مو دهن هيك ينزل منه ما اكل.
انت تدري هذا شنو الدهن؟ دحكوا عليه شنو شي يسوي بجسمك؟ الجسم ما يعرف يتعامل ويا هاي الدهون، ما يعرف يسوي بيها، فهاي راح ترسب عندك بالشرايين على القلب، راح يسبب لك مشاكل. لهذا السبب انت بتروح مستشفى، والله يبعد الجميع عن المستشفيات والامراض، تشوف امراض قلب، ضغط، ناس عمرهم 40 35 سنه. هذا ليش؟ لان بسبب الاكل العراقي. احنا ايش نقدر نسوي؟ موضوع جدا بسيط، الاكل الدايت مو مكلف، لكن هو موضوع اختيار. نقدر ناكل مثلا صدر دجاج، سمك تونه، فيليه سمك، سمك سلمون، اهم شيء يكون ناشف بدون دهن. ذكرت بدون لا خبز ولا اي شيء. صمون اسمر افضل وليس ابيض، رغم انه مو فرق هوايه. خبز الانخاله بالياف كلش هوايه، يعطيك احساس بالشبع، لكن ما حد يتقبله، هاي المشكله. بس هو زين جدا ممتاز. اي يعني قلت دائما اقول انه الخبز خبز الانخاله انه كلش فيه فوائد. مشكله شنو استاذنا؟ ما حد يتقبله، يقول لك ما طيب، بس هو بفوائد هوايه، بالياف هوايه، يخليك تحس بالشبع. لكن الخبز بصورة عامة هو يندرج تحت بند الكارب، الكربوهيدرات اللي هي النشويات اللي هي تعطيك طاقة بحركة اليوم كله. الفكرة شنو حتى تضعف؟ لازم تعطي أكل ذو سعرات حرارية منخفضة وتحرق سعرات حرارية عالية، يصير عندك خلل، حرق سعرات، اكتساب سعرات، صار عندك خلل، هذا جسم يقول لك أنا عندي نقص بالسعرات، شو أسوي؟ راح يبدي يسحب من مخزون الدهون اللي عندك بالخواصر بالبطن بالأرداف بالظهر وهكذا. هاي الفكرة. شنو الأكل المنخفض سعرات؟ صدر دجاج، سمك، البياض البيض، اللحم يكون بس حبل الظهر، مو أي لحم عادي، اللحم الأحمر، متروس دهن، بس الفتيلة أو حبل الظهر تقدر تستهلكه أنت وتاكله لأنه يكون ناشف. ثاني شيء طريقة الطبخ الشوي، بعض الناس يأكلون تكة دجاج بالأسواق بالمطاعم، يقول لك إحنا هذا تكة دجاج، لا ما يدرون هو التكة دجاج اللي يسووها بالراشي وبالخطاط والملح. الملح أحد الأسباب، تتبيلة بالضبط. الملح جدا له دور بالسمنة، لأن يحبس السوائل، يخليك جسم الإنسان مكون من الماء، يخليك تحس بالانتفاخ. شاكر أنا اليوم، شكرا لك كابتن، وحياك الله، نورتنا.